انتظمت صباح اليوم بمدينة جرجيس تظاهرات تنشيطية لفائدة السياح بتنظيم من بعض النشطاء بالمجتمع المدني بالجهة، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي. انتظمت صباح اليوم بشاطئ إحدى الوحدات السياحية بمدينة جرجيس من ولاية مدنين تظاهرة تنشيطية لفائدة السياح وبتنظيم من بعض الناشطين في المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالجهة، وذلك ردا على العملية الإرهابية التي جدت بمدينة سوسة الأسبوع الفارط. أنا هنا منذ أسبوع مع عائلتي. تونس بلد مضيف، وأشجع كل العالم لشد الرحال والقدوم إلى تونس للاطلاع على هذا البلد الممتاز. هذه المرة الأولى التي آتي فيها إلى تونس، بالرغم مما حصل فلا يجب أن نخاف من القدوم، فهذا بلد جميل جدا. هذه التظاهرة تحمل رسالة مفادها أن تونس ستصمد أمام أعداء الوطن، وأن العملية الأخيرة لن تثني السياح من القدوم إلى أراضيها.